احنا بنقول لكم ان النمو السكاني هياكل البلد دي، احنا ما بنخوفكمش، وبنقول الكلام ده لكل المؤسسات اللي موجوده في الدوله بما فيها المؤسسات الدينيه. محطة التحلية اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحمر، بحيث ان احنا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية وتقابل النمو السكاني المحتمل خلال 50 سنة الجاية. اللي احنا بنعمله بالمدن ديت هي عبارة عن، هي مش شكل، لا ده عبارة عن مجموعة أهداف بتتحقق